السلام عليكم، ده اول فيديو ليا. حاجه كده حابب يعني ان انا ابقى اشارك بيها. من فتره كنت كتبت بوست يعني على الفيسبوك، كنت بتكلم فيه حاجه جت في بالي، ان الملحدين بياخدوا ريسك كبير جدا في اعتقادهم ان ربنا مش موجود. بعيدا بقى عن الحلال ولا حرام او منطقيه التفكير ده، لكن تعالى نتكلم كده بمنطق. واحد بيقول ان ربنا مش موجود مع احتمال ان هو يكون موجود، وبيعيش على اساسه، بياخد الريسك ده وبيعمل بقى في الدنيا كل اللي هو عايز يعمله بدون ما يبقى فيه رقيب اعلى او ان هيكون فيهم في حساب او اي حاجه. فواحد من زمايلي للاسف يعني هو خد اتجاه الالحاد، قال جمله كده، قال لي يا احمد، كتبت في الكومنتس يعني رهان باسكال ده يا احمد مطلعك عبيطه. انا للامانه ما كنتش اعرف يعني اصلا ايه رهان باسكال ده، فدخلت اقرا. باسكال هو عالم الضغط الفرنسي الشهير، اسمه بليز باسكال. لما بتقول كده ضغط 50 ميجا باسكال، هو ده سميت اليونت دي على اسمه. الراجل ده في اخر ايامه ابتدى يتجه للمجال الدعوي او مجال الدين، طبعا للديانه المسيحيه، وكان بيرد على الملحدين وخلافه. فعمل حاجه كده يعني فيها منطق حبه، عمل ماتريكس او مصفوفه او جدول بيقول فيها هم أربع حاجات بكذا احتمال: مؤمن أو بلاش، ربنا موجود ربنا مش موجود، في حالة إنك مؤمن أو حالة إنك مش مؤمن. فعندك هنا أربع حالات: إن أنت تكون مؤمن وربنا يكون موجود، أو إنك تكون مؤمن وربنا مش موجود، أو إنك تكون غير مؤمن وربنا موجود، غير مؤمن وربنا مش موجود. فنمشي كل احتمال. ان انت اول احتمال هو ان انت تكون مؤمن وربنا موجود، فده انت جزائك هيكون الجنه ونعيم ابدي فيها، لانك امنت بوجود ربنا بدون رؤيته بدون الشعور المادي بيه، فستجازى خيرا على ما فعلت وعلى ايمانك. الكيس الثانيه وهي انك مؤمن لكن ربنا طلع مش موجود، فانت انا هتكون خسرت، بس خسرت خساره دنيويه، لان انت حرمت نفسك من كتير جدا من ملذات الحياه، منعت نفسك من البنات، من الحشيش، من الى اخره، من الحاجات اللي ممكن تكون من مفاتن ومن حاجات الحلوه في الدنيا. يعني مش عارف ايه الحلو في الحشيش بس ماشي، بس انت حرمت نفسك من حاجات كتير فخسرت. تالت احتمال هو انك تكون غير مؤمن، وهنخش على ان ربنا مش موجود، فانت هنا حطيت السله، حطيت كل البيض بتاعك في سله، مشيت على خيط رفيع جدا وتحت منك وادي سحيق، وماشي مغمض عينيك وطلع رهانك مظبوط، ومشيت وصلت للمكان اللي انت عايزه. فهنا انت عشت في الدنيا وبرطعت فيها بطول العرض، ومفيش حساب، مفيش دنيا، مفيش جنه، مفيش نار، مفيش الكلام ده، وسبحان الله طلع بجد. يعني الاحتمال الرابع هو انك تكون غير مؤمن بس ربنا طلع موجود، هو ده اللي انا كنت بتكلم عليه. هنا انت خدت حته خازوق من غير يعني، لان انت مش بس مجرد ان انت لم تؤمن بوجود ربنا، انت ضربت بوجود ربنا عرض الحائط وما همكش اي حاجه، وبالعكس اتريقت وتعاليت وخضت رضا ربنا بشكل كبير. ده كان رهان باسكال. فرهان باسكال بيقول لك انك ليه انت كملحد لما تيجي تبص على الاختيارات هتلاقي ان الاسلم يعني اختار اكون مؤمن ولا اختار اكون غير مؤمن، هتلاقي ان لو انا امنت فاما حصل على نعيم ابدي ان ربنا طلع موجود في الجنه، او ان انا هكون خسرت شويه في الدنيا، بس مفيش اي ما يعيب ان انت مثلا تكون صادق، انك تكون امين، انك تكون انسان نبيل، انسان شريف، مفيش حاجه وحشه حاجه زي، او انك تكون تختار انك تكون غير مؤمن، وفي هذه الحاله اما عذاب ابدي او نعيم دنيوي. انت نعيم دنيوي مهما كان، هتبقى ايه 70 80 90 سنه 100 سنه 100 سنه يا عم عشتها بالطول العرض وعملت فيها كل حاجه في الدنيا، بس في الاول وفي الاخر هي عمر محدود جدا مقارنه باحتمال تاني هو عذاب ابدي. فده رهان باسكال، انه بيقول لك ان الاسلم هو اختيار انك تكون مؤمن، لان هو ده اللي هيدي لك يعني اللي هي بيست ريزلتس، يعني هي دي النتيجه الافضل. فانا طبعا في الاول وفي الاخر انا كنت مبسوط ان دماغي مودتني لتفكير زي ده، لان
راجل زي ده عالم، وفي نفس الوقت الكلام له منطق كبير جدا. ما كنتش اعرفه وقت ما زميلي ده راح قال لي رهان باسكال مطلعك عبيط وبتاع. ليه رهان باسكال بيتقال انه بيطلعك عبيط وكده؟ لان في مآخذ وفي بعض الردود عليه، منها مثلا رد بيقول طيب احنا بنقول دلوقتي ان ربنا احتمال يكون موجود واحتمال ما يكونش موجود، يعني بنسبة 50% 50%. طيب انت بتقول لي اختار الاختيار الاسلم، 50% بتاعت ان ربنا مش موجود هنحطها على جنب، تعالى بقى ال 50% بتاعت ربنا موجود. انهي ربنا بقى؟ ربنا اللي مذكور في الاسلام، ولا اللي في المسيحيه، ولا اللي في اليهوديه، ولا الكونفوشيوسيه، ولا البوذيه، ولا مين بالظبط؟ ما كل دول بيدعوا ان ربنا بتاعهم هو الرب الحقيقي وهو ده الفطر. وفي النهايه انا لو امنت بوجود ربنا بس امنت برب غلط، زي مثلا لو انا بعبد البقر او بعبد الشمس وانا مفروض رب الاسلام مثلا هو كان الرب الصحيح، فده برضو خازوق تاني. يعني انت هنا امنت برب تاني خالص، وفي النهايه برضو هتتعذب، في النهايه برضو هتبقى غلطان. وبالتالي ال 50% بتاعت ان ربنا موجود ما بقتش 50% لرب واحد، بقت متقسمه على كل الاديان. فحتى بفرض ان مثلا اقول الاسلام مثلا ان الرب المذكور في الاسلام حاز على نصيب الاسد في الاحتمالات وخد مثلا كان 35% 40%، فستيل 50% بتاعت ان ربنا مش موجود هتكون اكبر. فيبقى اختياري ان ربنا ما يكونش موجود اسلم، لانه اختيار هو النسبه بتاعته 50% مقارنه ب 40 او 35% الاقرب الاديان. بس انا ردي بصراحه يعني على قد، انا طبعا على قد وكل حاجه، ولكن ردي ان الحياه مش مساله رياضه، الحياه مش مساله ماث. لما اقول ان الرقمين دول مين فيهم الاكبر، فلما تقول لي ده اكبر بواحد من 100 من ده، يبقى ده اكبر او ده اللي هبقى هكسب منه اكتر. في بعض الاختيارات في حياتنا ما بتكونش بيزد على منطق قوي، او ما بتكونش بيزد على ارقام. يعني ممكن اختار مثلا وظيفه تكون الراتب بتاعها اقل بكتير جدا من اللي انا يعني من وظيفه تانية، بس لان الوظيفه دي هتضمن لي ان اقعد وقت اطول مع عيلتي. ممكن الوظيفه دي بترحم جسدي شويه، ممكن تكون اقرب، ممكن تكون اسهل، ممكن تكون حاجه انا عايزها عشان اوصل لحاجه اعلى. وبالتالي لو انا جيت حسبتها رقمين، وظيفه تانية كانت افضل. فمش كل الاختيارات في حياتنا بتبقى ان ده هيديني جنيه زياده يبقى هو ده الاحسن، مش شرط خالص. ممكن افضل العب في نادي معين برغم ان في نادي تاني عرض لي عرض اكبر، لان انا بحب النادي الاولاني ده، انا بعشقه من الطفوله، والعيله كلها مثلا بتحب النادي ده، وانا كنت اتمنى وليا الشرف ان انا ارتدي الفانيلا دي. فبالتالي هو اختيار ممكن ما يبانش منطقي قوي، ولكن هو هي دي حياه، مش كل حاجه فيها مساله رياضه. وخصوصا بقى لما نيجي نتكلم في حاجه يعني حاجة عميقة قوي بقيمة الدين وبقيمة الحياة ما بعد الموت، وللأسف يعني بلاقي إن إحنا مش كلنا بنركز في حاجة زي دي برغم أهميتها. طب لما نموت إيه اللي هيحصل؟ طيب ده جنة ونار، طب وبعدين؟ هنفضل عايشين لحد إمتى على جنة ونار؟ أنا دخلت الجنة أو دخلت النار، هنفضل لحد إمتى؟ طب إيه اللي بعد كده؟ خلاص انتهت حياتنا على الوضع ده، ولا في حاجة تانية ممكن تحصل؟ أسئلة كتير طبعا بتخلي الواحد يقعد يفكر ان طب ليه ما نعمرش في الأرض؟ طب ليه؟ أسئلة كتير. فأنا حبيت يعني أفضفض معاكم شوية.